بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن قبل كده يا جماعة قلنا لو أنا حابب إن أنا أربط أتريبيوت معين، أتريبيوت معين هنا، فبالتالي كنت تعمل نقطتين واسم الأتريبيوت بيساوي القيمة بتاعته هتبقى متغير هنا، مظبوط؟ يعني لو أنا دلوقتي قلت إنبوت، أنت عندك إنبوت، قلت له والله الفاليو بتاعتك تيست، فيحطها إيه؟ يكتب تيست، ما فيهاش أي مشكلة. قال لك هنا تيست. لكن لو أنا دلوقتي قلت له نقطتين، فالتيست ده شايفة كأنها متغير، فيتحط إيه؟ علي. هتحط هناك اللي هو عادي. طيب انا دلوقتي عايز اعمل اللي هو حاجه معينه، ركز كده معايا. اتحطت عليه، انا كل ما هغير هنا انت ملاحظ ان قيمه التيست هنا ثابته ما بتتغيرش، قيمه التيست هنا ثابته ما بتتغيرش. انا عايز اللي هو تيست تبقى مرتبطه بقيمه الانبوت هنا، يعني لو انت هتغير هنا اوتوماتيك تتحدث اللي هو هنا، اوتوماتيك انها تتحدث اللي هو هنا. في عندنا دايركتيف اسمه في موديل. في ايه يا جماعه؟ موديل بالشكل ده. ودلوقتي ايه اللي بيحصل اصلا مع ايه اللي بيحصل مع الفاليو؟ اللي بيحصل ان قيمه التست بتروح هنا وبيتحط هنا علي. طب انت مهما هتغير في قيمه الانبوت، تحط احمد، سعد، منى، اي حد، فبالتالي في حاله زي كده قيمه اللي هو التست هنا ما بتتغيرش، قيمه التست هي بتفضل زي ما هي علي. لكن لما تيجي تقول له لا دي هتبقى في موديل، دي معناها ايه؟ ان القيمه مرتبطه هنا، فلو انت غيرت هنا هيعدل هنا. لما تيجي نشوف كده انا اقصد ايه، انت دلوقتي بقت هنا علي صح، وهنا علي، انت بقى زود، سميه هنا احمد، سميه اي حاجه، خد بالك القيمه هنا بتتغير، خد بالك شايف القيمه هنا بتتغير زي ما احنا شايفين بالشكل ده. يبقى ايه يا جماعه؟ يبقى القيمه مرتبطه هناك، انا هعدل في اي حاجه هنا اوتوماتيك هتعدل هنا. فده المقصود بايه؟ في موديل. القيمه مش هتتعدل هنا بس، ده القيمه هتتعدل هنا وهتتعدل كمان اللي هو هنا. لكن لو انت قلت هنا لا دي هتبقى فاليو عاديه، فاليو بالشكل اللي هو ده، خلاص انت خدت نسخه، خدت نسخه. طب والمتغير ذات نفسه؟ لا هو ثابت زي ما هو، ثابت زي ما هو، غير هنا زي ما انت عايز، لكن انت مش ليك دعوه بالمتغير. لو انا حابب ان انا اكون مرتبط بالمتغير بحيث القيمه اللي هتتحط هنا تلجا للمتغير وتتحدث هنا، حاجه زي كده استخدم ايه يا جماعه؟ في موديل. اقول له هنا في موديل بالشكل ده، انت تيجي تكتب هنا اي حاجه هتلاحظ انها برضه مرتبطه ايه؟ مرتبطه هنا. فهمنا يا جماعه ايه الفرق بين اللي هو نقطتين فاليو، الفرق بين الفي موديل؟ ان الفي موديل بيبدا ان هو يعدل القيمه في الانبوت، وبرده بيروح دلوقتي على المتغير ده يعدلها للقيمه اللي حطيتها في الانبوت. يعني القيمه اللي انا حطيتها في الانبوت هنا خدها وراح حطها هنا، خدها وبيروح يحطها فين؟ في المتغير اللي هو ده زي ما احنا شايفين. تمام؟ اتمنى الجزء ده يكون مفهوم. نشوفكم في فيديو تاني باذن الله. مع السلامه.